السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أينما كنتم داخل وخارج الوطن أحييكم على الهواء مباشرة على عبر بثنا الفضائي وعبر السوشيال ميديا. تحية لكل الجمهور المتابعين، تحية لكل الرفاق، تحية لجمهور اليمن اليوم خاصة في الداخل والخارج. ومحورنا في هذه الليلة المباركة مشاهدينا الكرام، نتساءل ماذا قدمت جماعات الإسلام السياسي للشعوب؟ ما هي مشاريعها التي حققتها حتى تتباهى أنها صنعت وأنها فعلت، غير الدماء، غير القتل، غير التخريب، غير ضياع يعني دول وانتهائها للأسف. نتساءل اليوم أمام الجمهور الكريم، ربما قد نكون نحن لا نرى لا نسمع، ربما لديهم مشاريع احنا لا نعلمها. نترك المجال للجمهور للشعب يتحدث بكل شفافية ووضوح ماذا قدمت هذه الجماعات التي تتقمص عباءة الدين وتكذب باسم الدين وتقتل باسم الدين وتسرق باسم الدين وتطعن الإسلام باسم الإسلام، بل شوهت حاضر اليمن وماضي اليمن وربما مستقبل اليمن إن لم يتم استئصال كل هذه الجماعات المتأسلمة. أذهب إلى فاصل ثم أعود استقبل اتصالاتكم على الإنترنت، تطبيق البوتيم والدو والإيمو والاتصالات الدولية المباشرة بعد الفاصل. إذن كما قلنا مشاهدينا الكرام، سنظل نتساءل والناس تدرك وتعلم يقينا أنه كل من فشل في المعترك السياسي أو في الوصول اللاهثين، خصوصا أولئك اللاهثون وراء السلطة على جماجم وأشلاء الشعوب، ما الذي حدث في ليبيا، ما الذي حدث في سوريا، ما الذي حدث قبله أيضا في العراق، ماذا حدث في لبنان وما يحدث الآن في اليمن، جماعات تقمصت عباءة الدين، تاجرت باسم الدين في الماضي ولا تزال للأسف، مع أن اليمنيين آمنوا برسالة. أول ما اتصل معي، ألو مرحبا، ارفعوا لي الصوت يا شباب، صوت السماعة الداخلية. ألو، ألو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، من معي أخي؟ معك أبو أمير. ارحب يا أبو أمين ولا أمير؟ أمير أمير. ارحب يا أبو أمير، تفضل. يا أخي ما بالله حتى لا نستفسر نعم. طيب وصل رسالتك يا ابو امير، ما هو المطلوب؟ ما المطلوب؟ انا بس الحل. صوتك بيتقطع، الصوت مش واضح يا ابو امير، الصوت مش واضح حتى تصل رسالتك. عيد الاتصال اذا ما مسك معك الايمو بنفس الرقم على الدو. متصل جديد، الو مرحبا. الو، شيء موسف، كما قلنا مشاهدينا الكرام، تلك الجماعات التي تتقمص بعباءة الدين والدين من هبري، يعني الى متى سيظلون يكذبون؟ الى متى سيظلون تعتي يعني بهذه بالملشنة؟ الى متى ستظل التجارة باسم الدين والملشنة والدماء؟ الو مرحبا. الو، من معي اخي؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أبو أمير الغالي. أبو أمير. ارحب يا أبو أمير، الآن الصوت واضح، الأول ولا واحد جديد؟ لا لا هو. طيب واصل. يا أخي نحب نستفسر عن والله الصوت عندك إشكالية فيه يا أبو أمير، الله يخليك، عيد الاتصال. متصل جديد، يا مرحبا. ما الصوت مش واضح، انت الشيء توصل رسالتك يسمعها الناس ونفهم ايش تقول. متصل جديد، يا مرحبا. كما قلنا مشاهدينا الكرام، مستقبل اتصالاتكم على النت، على الايمو، على الدو، على البوتم. الو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو صقر معك. مرحبا يا ابو صقر، تفضل. برنامجك اليوم ما هو الحل. ماذا قدمت جماعه الاسلام السياسي للشعوب؟ يمكن معهم مشاريع احنا ما نعرفها ولا نفهمها. ما مش معاهم يا أستاذ فارس أي مشروع، مشروعهم مشروع تمزيق الوطن وتدمير البنية التحتية وتدمير الاقتصاد البلاد. نعم. وتدمير وتفرق بين المواطنين، هو هذا المنهج السياسي حقهم. نعم. والآن يعني فاتحين لنا مراكز صيفية يغسلوا عقول الأطفال. نعم. والضحية في الأول وفي الأخير هو الشعب اليمني، أما الشعوب العربية والإسلامية هي عبارة عن شعوب متفرجة. نعم.
ولا جديد، يعني احنا لن نخرج الى طريق ما لم يتم توحيد الصف اليمني في كل الجبهات، ونامل ان تتولى قياده عسكريه وطنيه تحب الوطن وولائها لله ثم الوطن. نحتاج هؤلاء هم القاده الحقيقيين. اما نحن بنستني انه بيجي واحد من الخارج على انه بيدعمنا او انه بيحررنا، هذا مستحيل. يقول لك ما يحك لك ظهرك غير ظفرك. صحيح. فاحنا لازم نكون نتوحد وننقض كل الطائفيه والمنطقيه، وان نكون يمن واحد موحد. نعم. من الشمال الى الجنوب، من الغرب الى الشمال. نعم. الى الشرق. فاحنا لازم نحن نتوحد امام هذه الميليشيات الخبيثه. نعم. التي دمرت البلاد والعباد. شكرا يا ابو صالح. واهلكت المواطنين واهلكت يعني النسل والناس. شكرا، وصلت الفكره اخي، احييك ومصل جديد له مرحبا. برنامج مع الجمهور. نعم اخي تفضل، من؟ تفضل انت على الهواء، عرفنا عليك. غير يا شباب للاسف. متصل جديد الو. يا هلا ومرحب. كما قلنا ابتليت الشعوب العربية بهذه الجماعات المتطرفة الإرهابية التي طعنت الدين في الخاصرة وشوهت حتى الإسلام. اليوم أصبح الإسلام في نظر الغرب على أنه مجرد إرهاب، لأن جماعات أرادت. يا جماعة لدي شيء دنيا، ليش تاجر بالدين؟ خلوا الدين الدين، شيء مقدس. أما المتاجرة باسم الدين متاجرة رخيصة نعتبرها. وحان الوقت للشعوب أن تعرف ما لديها وما عليها، وتنبذ كل هذه الطوائف التي شوهت ديننا وحضارتنا. جماعه تؤمن بالخلافه وجماعه تؤمن بالولايه. اليمنيون عبر التاريخ امنوا برساله، منذ سليمان عليه السلام امنوا برساله هدهد، ثم جاءت الديانات، ثم وجاء هؤلاء المتشدقين الذي يكذبوا باسم الدين والذي دمرونا باسم الدين. متصل جديد يا مرحبا. الو تفضل اخي، من معي؟ تفضل يا ابو عبد الله. الو ابو عبد الله، فصل للاسف من عندك. متصل جديد الو مرحبا. كما قلنا لابد ان نعري ونفشل كل هذه المؤامرات. يا ابو زعفران اتصل يا اخي على الارقام الثانيه، طلعوا الارقام المباشره يا شباب، طلع الارقام الاخرى. متصل جديد يا مرحبا. الو نعم. الو الو مساء النور، تفضل انت على الهواء. والله في اشكاليه في الصوت يا ابو عبد الله، مش عارف ايش من عندك. متصل جديد يا مرحبا. الو الو نعم. سنظل كما قلنا نعري ونكشف كل هذه الميليشيات المتاسلمه والمتقمصه بعباءه الدين، والتي خرجت كلها من العباءه الفارسيه. يا فارس. الو نعم اخي تفضل. برنامج مع الجمهور. ايوه معاك، تفضل. من؟ أنا معاكم من الدوحة أكلمكم. من وين؟ ألو؟ ما في هدرة، ما في شيء. يا أخي أنت على الهواء، عرفنا عليك. من؟ غير يا شباب، متصل دولي جديد، مرحبا. ألو؟ ألو تفضل أخي، من؟ غير للأسف فصل. تفضل يا أخي علي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. معك أبو صالح. مرحبا يا ابو صالح. ايران معها مشروع، لديها مشروع، تركيا لديها مشروع، اسرائيل لديها مشروع. العرب ما هو مشروعهم؟ والله هذا السؤال يطرح ايضا عليهم، صحيح. العرب ما هو مشروعهم؟ يعني اما هذول اللي مصرف باسم الدين هي امريكا وبريطانيا وفرنسا، هم دي وضعهم علشان يكرهون الناس بالدين. نعم. طيب احنا مثلا عندنا احنا يا ابو صالح، ظلينا اليمنيين نتفاخر 1400 سنه انه امنا برساله ولم نؤمن لا بالسيف ولا بالدم. ثم اليوم ياتي من يتشدق باسم الدين وقال لك اشتي الناس يدخلوا الاسلام من جديد، واسلام يدمر يفجر بيوت الله ويرقصون في 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 المساجد ويقتلون ويفتحوا المقابر. يعني اذا كان الاسلام يقول لهدم بيت الكعبه حجر حجر اهون عند الله من 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 هدك دم مسلم مؤمن. ما بالك هذه الجماعات التي كل يوم تقتل، وكلهم يمنيين وكلهم مسلمين. شوف يا اخ فارس. نعم. الاسلام احنا قايلين الاسلام حرم القتل، حرم السرقه، حرم الظلم، حرم. نعم. هذول كلهم ظلمه وقتله. نعم. كل صدق اسلامهم سواء من اليمين او من الشمال او من الا الغبي الذي هو غبي يعني قطيع من الحيوانات.
الاسلام هو معروف، الاسلام لو امنا بالاسلام صعب، ما فيش منا مظلوم ولا فقير ولا معدم، ولا نحن متساويين مثل اثنان البشر. نعم هذا هو الاسلام، هذا هو الاسلام. بس انا اسال يعني مصر العروبه، مصر الكنانه، وين مشروع، وين مشروع العرب؟ يا اخي اشغلوا كل دوله بشؤونها الداخليه مع الاسف، كلهم هذه الادوات اللي في الداخل مشكله، هذه الادوات التي تتقمص بعباءه الدين والتي تحولت الى اداه لخدمه المشروع الصهيوني، المشروع الايراني، المشروع التركي، المشاريع الاطماع اللي ذكرتها. رضي الله عنك، هذا هو، هذا انا ما اردت اقولها، انا ما اردت اقولها. بس العرب الان اصبحوا اداه بيد امريكا وبريطانيا وفرنسا، ما لهم معهم مشروع، ما لهم معهم مشروع، ولا اتفاق الرياض من سنة ونص ما تصيروا يجمعوا بينهم، هم كلهم بيديهم. نعم شكرا يا ابو صالح، شكرا اخي، وصلت الفكره. ومتصل دولي جديد، الو مرحبا. الو تفضل اخي. الو الو مرحبا. صار عندنا اشياء كثير ما كانت موجوده. الو تفضل ابو عبد الله. سامعني ولا لا؟ مساك الله بالخير يا فارس. مساك بالنور النعيم، تفضل اخي. ما نعرف انقطاع من عندي انا ولا من عندكم. والله الان تمام، تفضل. طيب حبيبي، هذا بالنسبه انت تتكلم عن الجماعه الاخوان هذا، مش كل الجماعات اللي تقمص بعباءه الدين والتي تدور سلطه، تدوروا سلطه باسم الدين. حبيبي هذيل، هذيل ناس ابتلى العالم الاسلامي فيهم. نعم هذيل تفجيرات، ارهابيين، قاعده، مشاكل، حوثي. نعم هذول كلهم اللي قتالين قتلاء هذول. نعم يجب علينا نحن كيمنيين صدق، اذا كنا نحن شرفاء ونحن يجب ان نقوم الحجة عليهم هذول. نعم اللي قتلهم، مع ذلك ما نشجع على الدماء يا ابو عبد الله، يعني لا نشجع على الدماء، في محاكم، في سلطات، في كذا، يعني من ثبت. يا فارس نعم اللي يحصل اليوم يا فارس دماء تسيل ونحوك. صحيح، والسبب هم، بس لا نعالج الدم بالدم يا ابو عبد الله، نحن ضد معالجه الدم بالدم، ويعني نحن نقول نبغي الدم، لكن اجبرونا احنا على الشيء هذا. نعم ايش اللي يصير في، طيب عندنا مؤسسات فارس. لابد ان تكون هذلك وفقا لمؤسسات الدوله، السلطات القضائيه والاجهزه الامنيه. أي دوله؟ نعم انت تتكلم ما عندك دوله. ستعود الدوله وسيعود كل شيء يا ابو عبد الله، لا يأس. هو سبب لا لما يكون في دولة ذاك الساعة كلمني. نعم الحين لا تكلمني عن شيء دولة، في عصابة موجودين. نعم في رئاسة الجمهورية إلى فراش الجمهورية. نعم انتبه لي، هذه كلهم عصابة، أكبر واحد فيهم حرامي. أنت لو بتجيب الأسامي عندهم كلهم يطلعون حرامية قدام الناس كلها. نعم طيب ماذا استفادت؟ ماذا استفادت؟ اللهم لك الحمد، أولا قبل كل شيء نحن نحمد ربي ونشكره أن مصر طلعت منها. نعم صحيح، ولا زالت تعاني تونس، ولا زالت حتى تعاني ليبيا. نعم ربنا إن شاء الله بينجحها وبيفكهم. آمين يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا يا أبو عبد الله. شكرا يا أبو عبد الله وحيك، وصلت الفكرة. مصر جديد، ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. وعليك السلام، مرحبا يا أبو طارق. قلنا يا ارفعوا لنا السماعة يا شباب. ارحب، واصل واصل يا محمد يا علي. نعم انشد الله للسماوات العلى والارض فارس والفتى عبد الولي وسلامتك. صح لسانك يا ابو طارق وحييك. السلام عليكم اخي فارس. وعليك السلام، مرحب يا ابو رغد. اخي معليش انا ما لحقت الموضوع، ايش الموضوع اليوم؟ نتساءل يا اخي، عندنا جماعات متطرفه تقمصت بعباءة الدين، شوهت الاسلام، شوهت الدين، طعنت الاسلام في الخاصره، اصبح في نظر الغرب وأوروبا إنه الإسلام هذا دين إرهابي متطرف بسبب هذه الأدوات الرخيصة التي تاجرت باسم الدين، واليوم تقتل وتسرق وتنهب باسم الدين، واحد معه خرافة ولاية، واحد معه خرافة خلافة. طيب ماذا قدموا للشعوب من مشاريع؟ يمكن معهم مشاريع إحنا نجهلها، مش الشعب، الشعوب تتحدث كل واحد يقول رأيه. والله يا أخي اللي تقبصت عباية الدين، نعم اللي تقبصت عباية الدين هم الإخوان، واللي استفادوا منها هم المجوس. نعم. اللي استفادوا منها هم عندنا الإخوان الحوثيين. صحيح، عملوهم درع ودعوا قال الله وقال الرسول وتعديل الوضع والمعيشة، وهذا وقعت هدف للمجوس واستفادوا فيهم تسلل. استفادت الشعوب اللي قبلنا إيش استفادت؟ مثلا مثل ليبيا. نعم. مثل تونس، مثل إيش استفادوا من التغيير
وايش استفادوا الاخوان؟ ايش نجحوا شيء بالدول هذه؟ نعم الحمد لله الذي قادتها وتوحد الجيش المصري خرج نعم. من هذه الازمه هو الوحيد مصر. نعم لكن احنا نشد باذن الله توحيد الصف اليمني موجود والرجال اليمنيين موجودين المخلصين نعم. للوطن موجودين صحيح. لا نستعين على الخارج. اخي فارس انا ناشد من القناه هذه لا نستعين في رجال في الميادين في ان شاء الله الجيش يتوحد نعم شكرا يا ابو رغد ويحرروا بلدنا لا نحتاج للخارج شكرا وصلت الفكره اخي احييك وصلت الفكره معذره على المقاطعه يا جماعه كل واحد ياخذ له دقيقه دقيقه ونص بحيث انه الكل يشارك تفضل اخي العزيز متصل دولي مرحبا مساء الخير يا مساء النور ابو الياس ايوه تفضل اخي انت على الهواء يا اخي ما فيش الدين الدين يقول لك اخر الزمان على يعني في يد كانها جمره في يد رجل نعم كانها القابض هذا حديث القابض على دينه كالقابض على الجمر على جمره ايوه صحيح وثانيا يا اخي اليوم انا سمعت يعني جلسه يعني مجلس النواب حق عشان الموارد حق الحديده حق الميناء نعم قالوا يعني مجلس النواب الذي من الحديده يتكلم يقول له واحد من صنعاء تغطى بطانيه كيف يتكلم على هيك تغطى بطانيه فقسموها على دمار نعم في دمار وعلى صنعاء وعلى صعدة والباقي للمقاومه للجيش نعم. والجان الشعبيه الموارد وقال يقول يا اخي اهل الحديده ماتوا من الحر وماتوا جياع وناس لا رواتب جياع حسبنا الله ونعم الوكيل يا ابو الياس قد ضاعت بلد ضيعوا بلد كل ابوهم لصوص للاسف قلت لك جماعات قد كيف تريد الناس هؤلاء يرحموا الناس وهم يكذبوا على الله عاد باقي اكبر شيء انه يكذبوا على الله وباسم الله انا سالت يا اخي والله يا اخي ليش يا اخي الموارد يقدمون اهل المحافظه يا اخي وبعدين مداد للمحافظه الثانيه نعم مش اهل يا اخي جاء بين الحر بين الموت وهم يقسمون على صعده وعلى صنعاء وعلى دمار صحيح كذا تكلم على مجلس هذاك مجلس النواب نعم يقول له هذا الذي جانا في المقرر طيب ماذا قدمت اليوم خلينا في موضوعنا يا ابو الياس ماذا قدمت هذه الجماعات كل الجماعات التي تقمص بعبايه الدين والتي تلهث وراء السلطه يا حبيبي احنا شوف احنا عارفين ان احنا شوافي وجيود نعم شوافي وجيود الجود كان ناقصه يعني الجود كان غاضبين مش زياده صح لا تعايش الناس ما شوف ما عندنا شوف اليمنيون تعايشوا منذ 1400 سنه تعايشوا ايوه لكن لما جاءت هذه اللي تسموهم سموهم قابلهم اسم الجماعات الإسلام السياسي شوف حتى على اسم يعني أيوة دخلوا الدين أيوة في السياسة يحاربون بعضهم بعض شكرا يا أبو الياس وصلت الفكرة أخي ومصل دولي جديد ألو مرحبا تفضل يا عم خالد من عندك ألو مرحبا من معي أخي معك أبو طارق مرحبا يا أبو طارق تفضل السلام عليكم ورحمة وعليك الله السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي الله سبحانه وتعالى نعم ورسوله صلى الله عليه اللهم صل وسلم بارك عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال طيع ولي امرك ولو كان عبد حبشي نعم اذا خرجت عليه قامت الفتنه وقامنا القيامه ولو ضربك واكل مالك طيع اميرك لا ما هذه مش موجود يا ابو طارق ما اعتقدش انه هكذا الاسلام الذي جاء انقذ العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ودعا الى الحريه طيب اسمعني يا انت عارف يا ابو طارق طيب اسمعني الله يحفظك طيب اسمعني الحين اسمعني طيب معانا شوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه ان ذلك مقسام الحديث الله المستعان يعني حديث لا طيب ايش اسالك سؤال يا ابو طارق يا اخي انا شريعه وقانون انا ايضا شريعه وقانون مش مجرد اعلامي فقط درسنا اقول قانون من علي عبد الله صالح من اسقطه دحين اسالك سؤال ايضا اقول لك احيانا في بعض الاحاديث منها ما هو الصحيح ما هو الحسن ما هو الضعيف ما هو المرسل صحيح هذا حديث صحيح الرسول اقول لك يعني احيانا الخروج على ولي الامر جريمه كبرى نعم صحيح من الذي دمر احنا غير الخروج على دولة مسرجة أمن وأمان من نعم. شرق يا فارس صحيح القانون التقوا إلى فوضى الشارع فضلوا احنا اليمنيون عاشوا على شرعية الإيمان والحكمة أنا دحين المشكلة يا أبو طارق حول اليوم الذي واحد ما يفهمش أحكام الوضوء ولا يفهم أحكام الصوم
ولا يفهم ايش قال الله وايش قال الرسول، يكسر حتى بالايات القرانيه ويدعي انه مرجعيه دينيه. اي انا انبسط منك الان لما تناقشنا كذا، والله ما ازعل منك. طيب تفضل واصل. اراجعك وتراجعنا. نعم. انت شريعه وقانون وانا ابن الشريعه والقانون. طيب واصل واصل يا بطار. جلست في الحرم الشريف 7 سنوات. ما شاء الله. واخذ اجازه من الحرم. نعم. شيخ مشايخ عالم بحر من الحرم الشريف في مكه المكرمه. نعم. أقول لك الخروج على ولي الأمر جريمة كفر. صحيح. نعم. تتفق معي ولا لا؟ نعم صحيح. هذا هو اللي دمر شعوبنا يا الوطن العربي، الخروج على ولي الأمر. نعم. طيع ولي أمرك انصحه بينك وبينه إن أبى أهلا وسهلا، ما رفض خلك في دينك، خلك في مسجدك. نعم. وولي أمرك إلى الله. هذا اللي سبب لنا المصيبة اللي دمر احنا. نعم. الخروج على ولي الأمر باسم الدين، ونحن لا نفقه الدين ولا نفقه شيء إلا نشاش نسكت النظام. صحيح. نخرب ونستولي على السلطة بقوة السلاح، هذا هو اللي احنا ندفع ثمنه في اليمن. صحيح. شكرا يا أبو طالب. شكرا لك أخي. متصل جديد يا مرحبا. ألو. ألو مرحبا يا أبو نورة. حياك الله، كيف الحال؟ تفضل. الحمد لله. احنا في زمان يا أخي. نعم. الكريم صار لئيم. صحيح. واللئيم صار كريم. نعم. السارق مفضل في رأس المجلس. المرحلة مرحلة الأوغاد يا أبو نورة. المرحلة هي مرحلة الأوغاد. صحيح. سمعت. نعم. الأولى هذولا ناس جو عصابات. عصابات مادة. صحيح. عصابات يطلع من مراكز. عصابات لا يفكروا في الشعب. صحيح. لا يفكروا في ضعيف. لا يفكروا في إخراج الزكاة. نعم. لا يفكروا يطلع عمرني بدون الصدقة. نعم. لمن يستحقها. إهنا كراسي وحتى لو على جسد أولادهم. نعم. لا عندهم أي مشكلة في هذا الكلام. صحيح. الثانية الأولى يطلع عمر اللي هو أبو أحمد هذا وأبو زعفران. يا أبو زعفران تقول لي تسأل أمس تقول الطيران، أنا تكلمت عن الطيران يا. نعم. أخي اجلس على الطاولة أنت وتفاوض. من الذي جاب الطيران؟ صحيح. من الذي قوم الحرب؟ صحيح. من الذي حرك البلاد؟ اجلسوا على الطاولة وتفاوضوا. نعم. واخذوا المناصب واخذوا المكاسب، بس خلونا وطن آمن مستامن، خلونا مدرسة، خلونا لقمة عيش. نعم. كرامة، هذا اللي نريده منكم. نعم. أما أن تقول حاكى عن الطائرة قاعد أني أطعمرت خرط خرط في خرط. أنا بطلع أنا بحرية أنا يا أخي. الشعب اليمني انكل، الشعب اليمني انذبح. صحيح. الشعب اليمني جاء وانتو دايرين جالسين دور الحريه، اي حريه دور هالي. نعم. اجلس على الطاوله وتفاوض واخذ المنصب، اخذ الرئاسه، اخذ. نعم. الوزاره، بس كنا بلد امن. شكرا يا ابو عبد الله. اذا كنت عاقل وعندك يا طول عمر نخوه وتخاف الله. نعم. تراجعوا عن الكلام الفاضي. شكرا يا ابو عبد الله وحييك وصلت الفكره اخي. قلنا كلام فاضي لا انت. شكرا يا ابو عبد الله. ابو نور عفوا. وبنصل جديد. الو مرحبا. الو. نعم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعمان عون من تعز. تفضل يا نعمان. حول ايش الموضوع اليوم؟ والله انا اتساءل يا اخي ماذا قدموا لنا هؤلاء اللي بيتقمصوا بعباءة الدين ويتاجروا باسم الدين. هل مع يعني يمكن معهم مشاريع، فتحوا لنا مشاريع، مدارس، كليات، شوارع، كهرباء، صحة، تعليم، واحنا ما نعرفهاش. نشي نعرف حتى ما نظلمهمش يعني، لأنهم يقولون أنه أتوا بيمن جديد مستقبل أفضل. كل الميليشيات هذه وين الدين الجديد؟ وين اليمن المستقبل الجديد؟ وين يا أخي؟ هذا كلهم بيتقنصوا يعني ويتاجروا بعباية المواطن البسيط يعني. نعم. إذا بو صليب أحمر ولا منظمة ولا شيء تنقذ المواطن البسيط، هؤلاء يكون في مقدمة الصفوف والله العظيم. نعم يا أخي. أنا أناشد المنظمات للتدخل للتأكد يعني، وفي حال انا الوم الشعب اليمني يعني. انت 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 لما ما تقدرش تطالبنا بحقك يعني. ما عايز يدفع يا اخي الناس يا 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 ابو نعمان. الناس يئسوا احبطوا يعني. يخرج الواحد معك، انت تتعامل مع ميليشيات، لا تتعامل مع دوله. هؤلاء ادعياء الدوله، ادعياء الدوله، فاهمين الدوله انه انك تؤمن بالمرشد او تؤمن بخرافه الولايه ولا الخلافه، هذا عندهم الدوله. يا أخي مشكلتنا مع أصبعش حتى مع الحوثي لحاله، مشكلتنا أصبعش حتى في النطاق الشرعي. صحيح صحيح صحيح. ولذلك إحنا نقول ماذا قدمت سواء هذه أو هذه. المجالس القروي، المجالس المحلي، أنا أؤمن وأؤكد أنه المجلس المحلي بالاتفاق مع القروي أصبحوا شركاء في نهب المواطن البسيط. نعم. شكرا يا أبو نعمان أحييك أخي. متصل جديد. ألو مرحبا.
تفضل اخي انت على الهواء. من؟ الو الو، تفضل يا صاحب البوتم، انت على البوتم تفضل. هلا اخي فارس، تحيه لك. حياك يا عم محمد، واصل تفضل. وش الموضوع حتني والله اليوم دريت وش اليوم نتساءل ماذا قدمت جماعة الإسلام السياسي اللي تقمص بعباءة الدين والذي قتلوا البلاد دمر للأسف الشديد أخي فارس، كلما وصلنا إليها الآن هو بسبب الدعاة، دعاة الدين واللي يدعون الدين هم مسلمين ونحن كفار. نعم هذول الجماعة جماعة ايش جماعة الاخوان المسلمين، يعني هم المسلمين والبقية كفار. نعم. للأسف الشديد هم من اوصلونا الى ما وصلنا اليها اليوم من 2011. اتذكر للزنداني في مرة من المرات يقول لم ارى اوسع قلبا من علي عبد الله صالح. صحيح. تمام، هم كانوا يشهدون بالحنك والعبد. نعم. وسعة الصدر لهذا الرجل، لكن للأسف الشديد هم أوصلونا لما وصلنا إليها اليوم. نعم. بدينهم والغش والكذب والدجل على الأمة. طيب يا أخ محمد، هل اليوم الشعب اليمني، هل الشعب اليمني أدرك؟ رسالة إلى الإمعات لمن لا زالوا في مركب الإخوان المسلمين، نقول لهم والجماعات الدينية بشكل عام. نعم. نقول لهم تذكروا هؤلاء ماذا كانوا يقولون قبل 2011 وماذا فعلوا في 2011. صحيح. إلى ما نحن فيها الآن. نعم. انظروا إلى هؤلاء الذين هم الآن في تركيا. الزنداني بكى إلى تركيا ولم يبكي على اليمنيين وأشلاء اليمنيين والمشردين. نعم. واليمنيين الذين يموتون جوعا ويتذورون جوعا. نعم. قل لهم أنتم سيحاسبكم الله أعظم مننا، نحن عامة يعني مواطنين عاديين. شكرا يا أخ محمد، لا حول لنا ولا قوة. شكرا، وصلت الفكرة. سيحاسبون حسابا عسيرا، وكل قطرة دم سفقت في اليمن أنتم السبب. أما الولاية ولاية الفقيه. نعم. الذين أتونا من قم ونحن نعلم أنهم تربية إيران. نعم. ونتذكر الأخوان عندما اعتذروا لهم وقالوا لهم هذول أخواننا وفتحوا لهم الساحات، والآن هم شردونا والآن هذه المشكلة يا عم محمد، الحبل السري. نعم. الحبل السري من 2011 وهذا الآن اللي خرب البلاد. من 2004 عندما كنا في 2004. نعم. و2005 والحرب الأولى والثانية والثالثة، وهم كانوا للأسف الشديد يقولوا إنها حرب عبثية وحرب ظالمة على أخواننا في صعدة. صحيح. كانوا يدعوا بأن النظام يقتل الأطفال والنساء ويشرد البيوت في 2004. صحيح. طوال الست الحروب الذي مرت للأسف. نعم. الشديد. شكرا يا شكرا شكرا يا محمد، شكرا لك. علقوا لي بالجوال مع الأسف كثرة المتصلين. يا جماعة عندكم ثلاثة أرقام اتصالات ثابتة، ما مسك معاك معاي خط. تفضل يا أخي متصل دولي جديد. مرحبا. ألو. مساء النور. مساء النور، مرحب، من معي يا أخي؟ معك ابن اليمن. مرحب يا ابن اليمن. يا أخي أشياء أقول لك. تفضل. البلاء والمصائب على الشعب اليمني بلا فعل محسن. بس لوحده وعد ربه، والباقيين اصحاب الدقون واصحاب الكذا والذين والله بس بيني اقول لك هلك الذي جالسين ما اي منظمات وصلى عندهم ودبروها اي هذا ما يهمهم شيء. والزناني هو من لا يصادر، وهذا ما هم راس البلاء الذي برا بيبتاعوا ويشتروا. طيب جماعه ايرلو يا ابن اليمن وجماعه ايرلو، احنا نتحدث اليوم لسنا متحدثين مثلا على جماعه بعينها، نتحدث انه اليمنيين تعايشوا يا اخي، وكان عندنا المذهب الزيدي والمذهب الشافعي، الشافعيين والزيدي تعايشوا والناس يصلوا في 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 مسجد واحد، ما فيش عندنا لا مذهبيه ولا عندنا طائفيه اصلا. يا اخي فارس. نعم. اصبحوا الحرب والمعنى لا نصلي الذي هذا بيقاتلوا. نعم. هم بلاد البلاء وكل واحد وبعده تلميذ عن البيع والشراء. نعم. المكتشي جميل علي محسن.
طيب جماعه ايرلو، طيب جماعه ايرلو ايضا نراهن عليهم. نعم جماعه ايرلو في صنعاء ايضا الحين هؤلاء معهم خلافه وناس ولا معهم ولايه. هذا جاء في السم ذاك الناحيه جت كله تشكيل مجلس عسكري بين ناس عندهم وطنيه بين ناس عندهم غير وطنيه. هذا هو الحل، هذا هو الحل من اليمن. احييك شكرا لك اخي، وصلت الفكره. متصل جديد، الو مرحبا. الو، كما قلنا مشاهدينا الكرام انه اليوم اتضحت الحقيقه وحان الوقت المكاشفه، حان الوقت ان نقول كلمه الحق مهما كان ثمن بهوى. الو ورحب من معي اخي مصل دولي جديد، يا مرحبا. اسمعنا من التليفون يا اخي، من معي؟ السلام عليكم. وعليك السلام، اخبارك يا سفارس؟ حياك تفضل يا علي. الله يسعدك يا لا نكون جاهدين يا سفارس لهذا الحد. الجماعه الاسلاميه قدمت لنا الكثير، قدمت لنا مثلا كيف علمتنا كيف نرتدي السلاح، علمت الاطفال فخخت عقولهم وعلمتهم كيف الجهاد، علمتنا نعم. كيف القتال وكيف الدماء تسيل. يعني هم اتوا لنا بفكر لم نكن نعرفه، كنا نعرف في المدارس الوطن والوطنيه ونعرف كيف نبني الشعوب نعم. بالابتدائيه، لكن لما وصلنا الى لما كان في اليمن ديمقراطيه وسمحوا لجماعه الاخوان ان تعتني المنابر في المساجد هي نعم. من لقنتنا لقنت كل الناس وبدات توهم لهم ان الرئيس هو سبب الغلاء، هو سبب كذا، وهذه كلها مؤامره على الوطن العربي منذ البداية. متى عرف العراق داعش إلا بعد أن سقط النظام الشرعي نظام صدام حسين؟ صحيح. متى عرفت سيناء الإرهاب بعد أن تولت قيادة الإخوان لمدة عامين فقط لجلبة السفير الإيراني إلى طهران وهو لم يعرف طهران منذ عشرات السنين، وبدأت تفخخ سيناء وجعلت سيناء منبع للإرهاب، وكانت أن تودي بمصر إلى مهلكة ما هلك فيه اليمن. نعم. من الذي أوصل سوريا إلى اليوم إلى ما هو عليه؟ نعم. طيب يا أخي علي، هل أدركت الشعوب يا أخي علي بعد اليوم دفعت الشعوب الثمن باهظا؟ ما فيش بيت في اليمن أو في سوريا إلا ودفعت الثمن، الذي قدم شهيد والذي قدم جريح والذي أقل حاجة إذا ما مش معه من بيته من بني عمه من قبيلته والذي وصل من قطع راتبه. الناس فقدت مصالحها، فقدت أهلها، فقدنا كل شيء داخل البلد. هل استوعبت الشعوب خطر هذه الجماعات ولا عادوا ما زالوا؟ نعم. أنا أقول لك أقسم بالله لو مريت مثلا نتكلم عن بلدنا اليمن، لو نعم. مريت من المهرة إلى صعدة إنهم نادمين كل الندم على أنهم سمعوا كلمة من الزنداني أحرقتمونا، ومن الجماعة المطرفة صعتر يعود المغترب شريف وهو الآن مرمي في الحدود. أقسم بالله حسبنا الله ونعم الوكيل أنهم واعيين نعم. لكنهم الآن تحت الضغط الكهنوتي وهم متلبسين كلهم بعباءة الدين، هم نعم. تحت عمامة الخميني وأردوغان، ولكنهم متفرقين تجمعهم مصالح تفرقهم مصالح. شكرا يا علي، شكرا يا علي، أحييك أخي. متصل جديد مرحبا. ألو اتفضل أخي، من معي؟ سمير العياش معك. تفضل. اتفضل يا سمير، تفضل انت على الهواء. المشترك الاول باخذ المكالمه. طيب انت على الهواء يا سمير، هات ما عندك. انا على الهواء، انا اقول لك الجماعه اغلبت بناء الفقر والعار والمكالمة. يمكن يا اخي معهم مشاريع واحنا ننكرهم او كذا، انا شيء نقول كلمه حق. والسلطه قائمه، كانت سلطه الرئيس السابق عبد الرسول الله يرحمه كانت قائمه. نعم. وهذه المشاريع كانت تعمل، لذلك انا اعتقد انها أكثر الشعب اليمني اللي صدقوا هذه الجماعات وخرجوا يقدموا معها. نعم. شكرا يا اخ سمير، احييك. ومصل دولي جديد، الو. الو. يا هلا مرحب. حياك، كيف حالك يا اخي فارس؟ حياك، من معي يا اخي؟ معك ابو صقر. مرحبا يا ابو صقر. انا معك من زبيد، لكن نحب بالله اوجه رساله. طيب تفضل. ونعم بزبيد. بالله نعم من زبيد، تكفون يا اخي في الالغام في الساحل الغربي بالجهود باقصى الجهود بنزل الالغام. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا يا ابو صقر، احييك. وهذه احد المشاريع الجماعات، هذه الالغام هي احد مشاريع الجماعات. الخرافه حق الولايه عمامه الخميني. يا اخي واهل الساحل ناس طيبين لا يستاهلوا الغام، نرجى منكم لم يطالك ان ينزل الالغام. نعم. تكفون يعني. ان شاء الله صار رسالتك يا ابو صقر، ان شاء الله احييك. مش الالغام فقط، توصل مشاريع الناس وكذا وكل شخص. كل جهه. ألو. نعم الو، من معي اخي؟ الو السلام عليكم. وعليك السلام.
قلنا يا شلة الحوثي تزيحي واسلمي لله رب العالم للمولى القرار. نعم. خشيت والناس بالملازم والكتب، الناس دي قشمان والأطفال الزغال، ما احنا قد احنا عارفين في دينكم من وسط ساقين لا ما قرش في ثمن. وسلامتك. صح لسانك يا أبو طارق، أحييك يا أبو طارق. كمل حقه الرصيد للأسف. تفضل يا أبو زعفران، خلونا بصار الوليمة مع اليوم. مرحبا يا أبو زعفران. يا فارس. تفضل. ألو. معاك. أنا فارس. مرحب. أنت تسأل عن الإسلام السياسي ولا عن الإسلام؟ نعم. الإسلام نفسه سياسة. كيف؟ هذا ما حد غلط، رسول الله كان سياسي واقتصادي وكل شيء. أيوه بس ما كانش يقول الموت لأمريكا يعني، ولكن يقول الموت لإسرائيل ويقتل العرب والمسلمين. العربية السعودية. نعم. بكل بكل العالم. اسمعني انت تتكلم كثير، اديني فرصه اتكلم. طيب تفضل. الظاهره الوهابيه في العالم، في امريكا، بريطانيا، فرنسا، وبلاوي وكل، ونحن عندنا بعد ما عبد الله صالح المعهد اللي كانت تحت الزندان. نعم. من تنمونها تمام. وفي 94 وكان عبد الله صالح اكبر من استغل الاسلام السياسي اللي تقولوا له في حرب 94. نعم. خلص احنا قتلوا عمامي اولاد عمي كلهم قتلوا من الزنداني. ايوه. وكان يقول نروح نقتل الكفره، صح ولا لا؟ صحيح حصل. اذا لا تكذبوش، لا تكذب. انت علماني ولا شوعي ولا حتى لا شيء. انت الكرافات هذه لابسها اسمه البدله هذه بدماء اطفال اللبنانيين، الله اللي تدفعها، لان حاكمكم كلكم محاكمه عدله. اي واحد منقلب على اليمن يمينا شمالا يسارا لن حاسبه بالقانون وبكتاب الله، بالقانون وبكتاب الله. وايامنا قدام صح، الحرب بينتهي يا ابو زعفران. اي حرب كلها بتنتهي. طيب اسمعني وابو طارق كله شكرا، بس يتعامل معي مناورات. يا هلا وسهلا، خرق الشريعه كله، ما احترمتك الا انت مدندس في مكه كلها. حياك الله. شكرا يا ابو زعفران. ابو عبد الله ابو نوره. شكرا لك. كملت ولا باقي معك؟ كملت. ايش عملت سنة؟ طيب كملت ولا باقي؟ بطل كله، بطل صياح. عدل الله بلاد الله. كملت ولا عادك؟ والله انا تبقى كل واحد اللي يتحاسب على اللي حارب اليمن هذا كله اللي يتحاسب. طيب. كل واحد اللي يتحاسب. طيب اسمعني. طيب اسمعني، كملت ولا عادك؟ دنيا واخره شيء يتحاسب. طيب اسمعني، ايش اسالك سؤال يا ابو زعفران؟ يا ابو زعفران. انت بدها بالله بدماء الاطفال، ما طلعوا كنا ما عارفين، انت اجت تشوه. ما طيب. كنت اجت تشوه. طيب جاوبني يا ابو زعفران. طيب جاوبني، لا تهرب. جاوبني. انا اول مره اتكلم بحروق اخذ عليك، لانه انت بدك تشوه. ما تطلعش. طيب انا اسالك سؤال. انت خرج شريعه انت. طيب ايش اسالك سؤال يا ابو زعفران؟ خرج شريعه، الله يرضى عليك، تقول خرج شريعه. نعم. يا اخي هات شريعه لهم عقول، انت لا علماني لا اسلام، ما اعرف ليش طريقه. ما هو العلمانيه يا ابو زعفران؟ ما هو العلمانيه؟ اسمعك حاضر. ما ايش اسالك سؤال؟ طيب خلينا من يعني الناس قدم يعرفون انه جماعه الاخوان وفتوا بقتال الجنوب وكانوا يقولوا كفره وكانوا يقولوا هؤلاء شيعه. طيب قولوا لي، قل لي طيب انتم اتيتم جاء اذناب ايران هؤلاء وقالوا خدعوا الشعب اليمني وقالوا بنسقط جرعه وبيامنوا الناس وانهم هؤلاء مؤمنين وانهم اولاد رسول الله. طيب اديني مشروع واحد فعلوه عشان احنا اخي نؤمن بهم، نؤمن بهذه الجماعه انها تختلف عن جماعات الارهاب الاخرى اللي هي جماعه انصار الخميني. خليهم انصار الله بعدك. اديني مشروع وطني، اديني مشروع سياسي عندهم، مشروع سياسي عندهم. سؤال جميل، سؤال وجيه. نعم. سؤال وجيه. هات. سؤال وجيه. لا انت تعرف ايام الجرحى، ايام الجرحى شو علي عبد الله صالح كان سياسي. لا تهربش، لا ترجع تقول علي عبد الله صالح. اديني مشروع يا اخي عملته. ما هو مشروعكم؟ يا اخي ما هو مشروعكم؟ كان بيصلحها فعلا. ايوه. وما شاف الطريق بالصح والامريكي يا اخي السفير الامريكي كله وسع كان عنده والاماراتي كان عنده. هذا معروف، هذا الصفحه هذه العنوان الكليه كلنا وقفنا المباريات هذه، ما حد يرفض ظلم. اقول لك انا انت الحين حتى اللي طلعوا يعني كلام تتكلم ما فيش كلام محلل. طيب اسمعني يا ابو زعفران، يا ابو زعفران اسمعني. تذكر المعمم اللي دخل على ابو حنيفه؟ اقول لك اقول لك يا مد، يا مد ابو حنيفه رجله ولا يبالي. شكرا لك يا ابو زعفران. يا مد رجله ابو حنيفه ولا يبالي. متصل جديد. الو مرحبا. الو يا هلا، من معي يا اخي؟ موجود الصوت ولا لا يا شباب؟ الو
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا أستاذ فارس؟ يا حيا، من معي أخي؟ معك أبو يحيى. وارحب يا أبو يحيى. أقول لك إنه كل اللي يدخل الدين في الحرب أدرى أن هذا إنسان فاشل. كلام صحيح. دحين السعودية قتلت 30,000 يمني بحجة إنه خايف على شعبه. وساعد بحجة الشرعية. نعم. والحوثي 30,000 أسألك بالله مش حرام. إلا حرام. والحوثي؟ طيب الحوثي قتل 1,000، 2,000، 3,000 أنا أقول لك 30,000. يا أبو يحيى إذا كانوا اللي في السجون فوق 30,000 وعذبوا بعضهم. طيب. عذبوا عذب على منشور في فيسبوك حتى مات. تأتي طيب تقول لي إنك بلا من رسول الله. من بيهدد الكعبة؟ من بيهدد الكعبة؟ من بيهدد الكعبة؟ تقتل لي 30,000 يمني على الكعبة؟ يا أبو يحيى دالحين أشوف الواحد لما يشوف المشكلة إيش، إنه في الجماعات هذه المتقمصة بعباءة الدين تعتقد أنها على حق وغيرها على باطل. دالحين إحنا نقول يا جماعة هم يقولون إنهم يحاربوا الإرهاب. الحوثي عندما يتواصل مع الأمريكان يقول لهم إحنا نحارب الإرهاب في مارب، ولما يتواصل مع القطعان يقول لهم إحنا نسين السعيد نحارب من يعني. يا أخي طيب اسمعني طيب الله يحفظك يعني. اسمعني المتاجر الرخيصة باسم الدين الذي أكثر من 500 أكثر من 500 عالم سعودي يطلعوا يتكلموا على الكعبة وحشدوا سودانيين وحشدوا مرتزقة وحشدوا كميانات ويقتلوا 30,000 يمني. أسألك سؤال يا أبو يحيى، يا أبو يحيى الله يحفظك. طيب خلينا يا أخي، إحنا أنا قناعتي الشخصية لا تروح شوف اسمعني موجود ولا راح. يا أبو يحيى مشكلتكم هكذا مشكلتكم، لأنكم لم تتلكون الحقة، تدي لك كلمتين وبعدها تهرب. أنا أسألك سؤال، أقول لك يا أخي ماذا قدمتم للشعب؟ ما هو المشروع الذي ممكن نؤمن بكم به حتى ولو هو مشروع ديني؟ الدين يا جماعة الإسلام اختصر دين الإسلام، وقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اليوم اسألوا أطراف عجوز، اسألوا أي طفل، اسألوا أي شخص، اسألوا حتى الذي راح والذي جين والذي سيولد، من سبب دمار ونكبة الوطن العربي؟ بيقول لك الإخوان والشيعة. من الذي يقتل يستحل دماء الآخرين تحت مسمى الدين؟ بيقول لك الجماعات الإرهابية المتقمصة بعباءة الدين، من سواء إخوان شيعة قاعدة داعش. طيب من الذي يصنعهم هؤلاء؟ من الذي يمولهم؟ ليش يتاجروا باسم الدين؟ الدين دين الجميع، الدين دين الله، دين مقدس. بيني وبينك المسجد بيت الله، والنبي قال جعلت الأرض مسجدا وطهورا، أي فأي أحدكم أدركته الصلاة فليصلي. يبدو داهمني وقت البرنامج، باقي معي 3 دقائق يا أخ مخرج. خلونا نشوف متصل دولي جديد. ألو مرحبا. ألو تفضل أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا أخت. كيف حالك يا أستاذ فارس؟ نحمد الله، من معي؟ أم أسام. تفضل يا أم أسام. يا أستاذ فارس ثانية أشتقل لك، يوم تقول إيش عملوا؟ نعم. ما أحد ينكرهم، حفروا المقابر. نعم. وغلقوا الطرقات. نعم. خربوا البلاد، خربوا البلاد. شوف الحوثيين نعم. الحوثيين هذول اللي يدعوا علي عبد الله صالح، ايميل علي عبد الله صالح، الكره والحقد والبغضاء لعلي عبد الله صالح. نعم. يخافوا منه بخير وميت. صحيح. خايفين منه بخير وميت. هو عمل، هو سواه، هو قرا. هو احنا عشنا بامان، عشنا باستقرار بعهد علي عبد الله صالح. هم ايش عشنا؟ بحفر المقابر. نعم. كاب الجرائم. نعم. كل سوء، كل فحشاء وكل منكر عملونه. صحيح. ما فيش حاجة عملوها حل. إذا كان دحين دورات تثقيفية، إحنا دكاترة مهندسين مدرسين يعملوا لهم دورات تثقيفية إيش؟ نعم. يشتغلوا الناس عشان رواتبهم. صحيح. يشتغلوا الناس، يضيعوا الوثائق بالوزارات، يضيعوا الوثائق حق الناس، يروحوا تفوروا يجيبوا الشهادة عشان يشغلوا الناس. نعم. وبالنسبة للإصلاح الإخوان المسلمين. ولي أخوانا المسلمين نفس الموال معاهم محمد سالم يعمل 5, 8, 9 طقومات من التربة للشماعتين، من الشماعتين للنشماع، أشياء استعراض ما. نعم. فيش حاجة عمله، بس عشان يقولوا محمد سالم جزع هنا محمد سالم راح. إيش نعم. عملوا؟ إيش سووا؟ إيش من جزاتهم؟ طيب يستحوا عيد عيب علي عبد الله صالح، علي يستحوا يتكلموا علي عبد الله صالح. إيش حاجة ما لقاهم يعملوا ربع ما عمل. صحيح. يا ليت حافظوا على الدولة وعلى المؤسسات التي بنيت في 33 سنة. يا ليت دمروا ما بني. دمروا كل ما عمله، كل ما جميل. شكرا يا مسام، شكرا لك، وصلت الفكرة داهمة من البرنامج. أحييك، ويكفي أن الشعب اليمني مدرك اليوم ويعلم يقينا من له ومن عليه.
كل هذه المشاريع الصغيرة ستنتهي وستذهب إلى مزبلة التاريخ، ولن يظل إلا الحق وسينتصر الحق، وأما الباطل فيذهب سداء. من فات المشاهدة بالإمكان في الإعادة 12 ونصف بعد منتصف الليل لو تزوروا موقعنا، ودائما ما نقول نرحب بكل آرائكم على تطبيق الإيمو الدو البوتيم الواتس الآب الأرقام الذي تشاهدوه دوما على الشاشة، نرحب بآرائكم بملاحظاتكم، نحترم الجميع، الجميع فوق رأسي جميعا. دمتم مدام الوطن بألف خير، إلى اللقاء.